خير، هذه بروفتك 700. كلمتكم عن المشكله اللي بالصمام هذا او الفاكيوم بريكر، ان البخار يبقى يطلع باستمرار من هذا المكان. المشكله هني طبعا سولفنا قبل ان الالينكي اللي عندي صار يتمولس، فرحت ايس هاردوير اشتريت هذا النوع امريكي جدا ممتاز ممتاز لدرجه انه بس لفيت فتح، وانا الباقي الانواع الصينيه مثل شركة توتال وغيرها كان يعلق وألف ألف لما يخرب الألينكي. فبإذن الله راح نشيل الهوز هذا، فك الصمام ونبدله ونصور خطوات مع بعض إن شاء الله. طيب الحين فكينا الفاكيوم بريكر، نشوف القطعة اللي داخله. طبعا نوريكم قديما عشان نشوف الفرق. طبعا هو المفروض انه نفس الشيء، بس نشوف هني فيه تكلسات، وطبعا يعني ما شاء الله هذا مو اي شيء داخل، فهذه تكلسات على مر الزمن، يعني تعتبر قطعة استهلاكية، يعني تقدر تقول سفايف للسيارة لازم تبدل كل فترة. فالحين بس نحط عليها تفلون بهذا الجهة ونركبها، نرجع نركب الهوز ترجع الماكينة مثل ما كانت وأفضل بإذن الله. أهم شيء نراعيه لما نركب التفلون على الصمام إنه ما يكون بهذه الجهة فيه تفلون، لازم يكون نظيف بالطريقة هذه. يعني هنا ما يفرق، بس المهم هذا الاتجاه ما يكون مسكر عليه التفلون، لأنه راح يسبب لك مشاكل، لأن هني بخار رايح راد، سكر جهة فيه راح تصير مشكلة كبيرة عندك. لكن يعني باختصار هذا طريقة تبديل الفاكيوم بريكر. شلون تعرف ان القطعة خربانة عندك؟ اذا هني البخار اول ما تشغل ماكينة، طبعا 100 سؤال جاني اول ما صورت المشكلة، طبيعي اول ما تشغل ماكينة تحتر يبدأ البخار بعدين يوقف، اذا ما وقف البخار من الجهة هذه معناتها هذه القطعة خربانة عندك. الحين ركبناها، راح نشغل الماكينه وهي بالطريقه هذه قبل لا اسكرها، تاكد ان كل شيء تمام في التسريب هني، بعدها عاد نستخدمها طبيعي. شفتوا صوت بسيط من تبدا تحتر، او يعني حراره التبخير تصعد، يعني تقرب عند 100 عند حراره ان الماي يغلي او يصير بخار، يبدا يطلع الصوت هذا، بعدها مباشره نوقف. طلع وقف، الحين طلع ثاني مره، الحين تي اذا ما وقف يعني خربانه، بس ان شاء الله يعني راح يوقف. الحين لما يوصل 100 اتوقع راح يزود، لما يوصل 100 يكبس واحده قفل. سابقا كان الصوت هذا او البخار ما يوقف عندي، البخار زايد يطلع مني، الفالف اللي داخل ما يقفل، يبقى عندي الصوت هذا ومستمر، تقهوى وخلص طفي الماكينة على طول.